السلام عليكم يا شباب. النهاردة في السيشن الثالثة في الـ Fluid and Rock Properties هنكمل كده كلام عن الـ Rock Properties اللي عندنا، تكملة على الـ Introduction اللي فاتت وكلام عن الـ Porosity. هنربط كده بسرعة، احنا كنا قلنا ايه؟ ان احنا كنا بندي Introduction كده عن الـ Rock Properties، الـ Porosity، Saturation، Permeability، Wettability والCapillary Pressure، والنهاردة هنتكلم شوية عن الـ permeability. طيب احنا عارفين من الـ definition ده، بس مراجعة سريعة، ان احنا مهتمين كـ reservoir engineers ان احنا نعرف الـ occurrence والـ movement بتاعت الـ fluids في الـ reservoir rock بتاعتنا، وبالتالي نقدر نـ evaluate كل الـ factors اللي بتأثر على الـ recovery بتاع الـ oil والـ gas، وبالتالي احنا محتاجين نعرف الـ rock properties بتاعت الـ reservoir وبرضو الـ fluid A properties. وعرفنا ان في properties بتبقى dependent على ال rock وال fluid. عرفنا ايه هي ال porosity. ال porosity هي نسبة ال pore space بالنسبة لل total volume عاملة ازاي، او ال bulk volume. ايه هو ال saturation؟ هو نسبة كل fluid بالنسبة لل pore spaces المليانة fluids. يعني مثلا لما اقول saturation ال water 10%، اذا من ال pore spaces في ايه 10% water. طيب ايه هي الـ permeability؟ دي rock property بتقول لك الـ rock ده يقدر يعدي fluids ولا لا، هل يقدر عنده القدرة، ورقمي indicate لينا الـ ability بتاعت الـ formation ان هي ايه تنقل الـ fluids. وعرفنا ان هي انواع وهنستفيد شوية النهاردة فيها. وايه هي الـ wettability؟ الـ wettability اللي هو ايه من الاخر الصخر او السيرفس اللي عندي، السوليد سيرفس اللي عندي ده بيحب لو في تو اميسبل فلويدز فهو بيحب مين فيهم اكتر. فلو قلنا ووتر ويت يبقى كده لو في ميه الميه دي هتبقى لازقه اكتر على الصخر، لو قلنا اويل ويت وبالتالي هتبقى الاويل هو اللي ايه حابب يكون عامل ثين فيلم على الايه على الروكس. والكابيلاري بريشر دي ناتشرال فينومينا، لما يكون عندك بورز ضيقه او بور سبيس ضيقه تبقى عامله لك الكابيلاري افكت، وده بيبقى فيه ديفرنس في البريشر بنقدر منه نعرف حاجه اسمها ترانزيشن زون. ودي حاجه فيزيكال، يعني حاجه فيزيكس في الفيزيكس، حاجه في الطبيعه مش احنا اللي بنعملها، احنا بندرسها بنعرف ايه هو الكابيلاري بريشر، وبالتالي البور سبيسز الضيقة هتعمل لنا كابلري بريشر عالي ويبقى فيه ترانزيشن زون عالية، لو بور سبيسز واسعة هتلاقي الترانزيشن زون أقل وكابلري بريشر أقل. طيب احنا المرة اللي فاتت اتكلمنا عن البروزيتي، حاجة بس أخيرة، ايه الفاكتورز اللي بتأثر على البروزيتي؟ حاجات كلها لوجيك بس مهم نكون عارفينها. أولا البارتيكل شيب، الباكينج زي ما اتكلمنا عن الباكينج المرة اللي فاتت، الـ particle size، الـ cementing materials عاملة ازاي، الـ overburden stresses هل هي deep وبالتالي الـ overburden stress عالي فمقلل الـ porosity، وآخر حاجة الـ fogs والـ fractures. هنا شوية explanations، انت عندك مثلا لما الـ shape بتاع الـ particle، لو مثلا عندك الـ porosity بتزيد لما as the angularity of the particles increase، لما تلاقيها من الاخر كده شكلها مش regular، ده بيخلي الـ porosity تتغير ممكن تزيد. لو عندك مثلا الـ porosity بتزيد لما الـ range بتاع الـ particle size decrease، ما نلخبطش نفسنا، لو عندنا نفس الـ particle size فده بيبقى احسن للـ porosity، يعني بيخلي الـ porosity عالية. تمام، يعني لو احنا زي ما اتكلمنا المره اللي فاتت في الباكينج، لو انت عندك اليونيفورم سايز سفيرز هتلاقي البروزيتي عاليه جدا، دايما احفظ دي ويبقى الباقي ايه اللي عكسها هو اللي يقلل البروزيتي. فلو عندك مثلا رينج بقى كبير من السايزز، فالصغير هيخش في البور سبيسز بتاعه الكبير وهكذا، بالتالي ده هيقلل لك الايه البروزيتي. وبرده بالمثل السيمنتنج ماتيريال، لما يكون عندك سيمنتنج ماتيريال ايه كتير ده بيقلل لك من البروزيتي. البروزيتي بتقل لما الكومباكشن يزيد، يعني كل ما مثلا كان ديبث اعلى كل ده معناه ان احنا عندنا اوفر بيردن ستريسز اعلى، وبالتالي هيقلل لك في البروزيتي. واخر حاجه
الفاجز والفراكتشرز زي ما كنا قلنا قبل كده، ده بيأثر على البروزيتي بالإيجاب، بس لازم نفهم كويس هل هي هتبقى بتأثر في الإفكتيف بروزيتي في الانتركونكتد بول سبيسز ولا إيه ولا لأ. نبدأ بقى كلامنا النهاردة عن البرميبيليتي. من الصورة البرميبيليتي هي إيه؟ هي بروبرتي للروك إن هو يقدر يترانسميت الفلويدز ولا لأ. فنقدر نقول إيه؟ إن البرميبيليتي ده هو important parameter that controls the reservoir performance. الفكرة في البرميبيليتي انت قايسها ازاي؟ لان البرميبيليتي دي في رينج كبير جدا من الطرق او التكنيكس اللي بنقدر نستخدمها علشان نحسب البرميبيليتي. في ال RDT بنجيب core samples ونقعد نعمل لها ال routine core analysis عشان مثلا نحسب البرميبيليتي وهكذا. فهي الفكرة ان انت اهميتها بتعتمد على الطرق اللي انت استها بيها، لان هي ممكن ما تكونش representative للريزرفوار وتبقى رقم ما بي 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 بيتوهك اكتر ما هو يفيدك. وبرضو البرميبيليتي مهمة ليه؟ لان هي بتindicate برضو يعني الريزرفوار اللي عندنا ده كويس ولا لا. فلما انت تسمع ان مثلا برميبيليتي اقل من 1 ملي دارسي، في الغالب انت عارف ان ده بور ريزرفوار. طب لو من 1 لـ10 ماشي، ها يعني فير، لكن طبعا فير مش معناها ان هو حلو، بس يعني هو من 1 لـ10، 10 لـ50 نقدر نقول عليه مودريت ريزرفوار، ماشي عادي، ما بي مش مؤثر قوي، او مش نقدر نقول ان دي برميبيليتي كويسه، بس هي مودريت. من 50 لـ250 ملي دارسي نقدر نقول عليه جود ريزرفوار. اكتر من 250 ملي دارسي انت بتتكلم ان ده ريزرفوار كويس جدا، بيترانسميت الفلويدز الروكس كويسه جدا. ولازم ناخد بالنا من حاجة، ان الكلام ده مش ديفولت، يعني مش شرط عشان قلنا من 1 لـ10 يبقى ده فير، او اللي هو مش قد كده بس مناسب برضو، ان ده ثابت دايما. لا، ده بيتغير مع الوقت، ده بيتغير مع الريزرفورز اللي انت بتكتشفها، ده بيتغير مع حاجات كتير. فهنا مثلا بيقول لك ان كان من 30 سنة البرميابيليتي اللي اقل من 50 كانت تعتبر وحشه جدا. احنا بالنسبه لنا تخيل احنا بنتكلم ان هي من 50 دي كويسه، مش كويسه بس مودريت عادي، ان دي حاجه انا ممكن انزل اتمنى الاقيها، انت واخد بالك. لكن احنا كنا بنقول على اللي اقل من 50 زمان بور ريسيرفوار، سيء، انا مش عاجبني للبرميابيليتي فيها اقل من 50. احنا دلوقتي بنتمنى نلاقي حاجه في الرينج بتاع ال 50. طب وبرده خلي بالك من حاجه، ان نوع الفلويد اللي تحت ايه. فبالتالي لما انا مثلا اقول ان انا عندي برميبيليتي 5 ملي دارسي، دي المفروض تكون فير صح، بس هي ممكن لو انت عندك هاي فيسكوزيتي اويل او هيفي اويل، زيت تقيل جدا، فده يبقى فيري بور، فيري بور ريسيرفوار، انت مش هتعرف تنتج الزيت التقيل ده صح مع ال 5 ملي دارسي. على عكس ما لو انت عندك مثلا دراي جاز، دراي جاز بيتحرك في اي حاجه، فتقدر تقول عليه ان الريزرفوار مش وحش. فالفكره برضو بتعتمد على الايه، الفلويدز اللي موجوده في الريزرفوار. طيب لازم ناخد بالنا من حاجه، ان في الغالب ريليشن بين البروزيتي والبرميبيليتي، وده برضو زي ما وضح لنا في الريليشن شيب بتاع طيب ودالتسون. الجراف ده بيقول لك ايه؟ بيقول لك ان هو راسم اللوج بتاع البرميبيليتي نوع ستونز قصاد البروزيتي بتاعتها، ففي من الواضح ان في لينير ريليشن شيب. بس خلي بالك من حاجه، ان في الطبيعه الموضوع مش لينير قوي كده، هي بتبقى سكاترد بلوتس اراوند اللاين ده. فهو هنا حتى بيقول لك ان the permeability porosity relationship is not a straight line as idealized by the following plots, instead scattered permeability values. ده اللي انا يعني ده اللي انا قلته، ان هو الفكره ان هي بيرسم لوج البرميبيليتي فيرسس البروزيتي، فبيظهر قدامه دوتد او دوتس بتاعه البرميبيليتي فاليوز قصاد البروزيتي بتاعه كل روك، وبالتالي اللاين اللي بيبريزنت الدوتس دي بيبين ان في بروبورشنال انكريس او بروبورشنال ريليشن شيب بين البرميبيليتي والبروزيتي. طب خلينا نفكر في الموضوع لوجيك. طبيعي لو انا عندي روك معينه البروزيتي فيها كويسه، انا متوقع ان البرميبيليتي تكون احسن من لو كانت البروزيتي
اقل من كده. فالبرميابيليتي بتزيد لما البروزيتي ايه بتزيد، لكن احنا ما عندناش قانون او فورميلا او ماثيماتيكال فورميلا تقدر تقول لك ان البرميابيليتي بتساوي كذا في البروزيتي، لا ما عندناش الموضوع ده خالص، مع ان هو لوجيك ان هما يكون في ريليشن شيب بينهم. طب تعالى نبص بقى على الفاكتورز اللي بتأثر على قيمة البرميابيليتي. لو ركزنا هنلاقي شوية ان هي تقريبا نفس الحاجات القريبة من اللي بتأثر على البروزيتي. اول حاجة الشيب والسايز بتاع الساند جرينز او عامة الجرينز بتاعة الروك اذا كانت كربونيت او whatever. السورتنج، لو الناس مش فاكرة ايه هو السورتنج، في حاجة اسمها well sorted و poor sorted أو whatever. إيه هو ال sorting؟ ال sorting إن أنت عندك ال grains دي هل كلها نفس السايز ولا لأ؟ اللي هو range of ال grain sizes. لو تقريبا هي يعني إيه well sorted؟ well sorted يعني تقريبا كلهم نفس الإيه؟ ال volume أو الحجم يعني بتاع ال grains تقريبا نفسه هو، ده هيخلي لك ال prosody كويسة. دايما نرجع نفتكر الرسمة أو اليونيفورم كيوب باكينج. الكيوب باكينج كانت كل الجرينز سفيرز وكده، فكان مدينا بروزيتي كويسة جدا، كانت 48% صح؟ فدي ويل سورتد ماتيريال. طب لو نقدر نقول على نفس المثال ده بور سورتد ماتيريال، إن يبقى فيه جرينز صغيرة جدا لدرجة إن هي داخلة مليانة لك البور سبيسز بتاعة الإيه؟ بتاعة السفيرز بتاعة الكيوبيك باكينج الكبيرة. فده برضو زيه في البرميابيليتي، ان انت لما يكون عندك well sorted فبالتالي تتوقع ان انت عندك برميابيليتي احسن. سيمنتيشن نفس الكلام، لما يكون عندك السيمنتينج ماتيريال كتير ده هيقلل لك في البرميابيليتي. الفراكتشرز والسوليوشن فوجز ده برضو يحسن لك في البرميابيليتي. والليثولوجي او الروك تايب طبعا لما يكون عندنا دولومايت غير كربونيت، غير كربونيت هي دولومايت، دولومايت لايم ستون او ساند ستون ده برضو بيأثر على البرميابيليتي. فدي الفاكتورز اللي بتأثر على الماجنتيود بتاع الايه البرميابيليتي. تعالى بقى نخش في اللي احنا اتكلمنا فيه قبل كده، بس نركز بقى ايه هو الديفينيشن بتاع البرميابيليتي. Permeability is a property of the rock to transmit fluids أو الـ ability of the rock to transmit fluids. نخلي بالنا إن الـ permeability دي is a derived property. يعني إيه derived property؟ يعني ما تقدرش تحسبها من غير ما يكون عندك flow. يعني هي rock property بس لازم يكون عندي flow زي الكهرباء أو resistivity مثلا. ما أقدرش أقول إن المادة دي resistive إلا لما أمرر فيها current. نفس الكلام احنا هنا هنمرر current اللي هو الفلويد او الفلو علشان نقدر نقيس البرميابيليتي ايه بتاعة الروك المعينة دي. دارسي، وطبعا ازعم ان كلكم عارفين مين هو دارسي، هو اول من عمل دارسي لو. دارسي لو واللي جاب منه البرميابيليتي. الراجل عمل التجربة بتاعته الشهيرة وعرف ان الفلو proportional مع ال cross sectional area و proportional مع ال difference between the heights اللي هو عملهم في ال experiment، وان هو inversely proportional مع ال length of the column اللي هو بتاع ال rock grains او ال rock. فكل ما طولت كل ما كان المسار اكتر كل ما كانت ال Q هتقل، ده منطقي. وراح حط الكلام ده كله في equation واحدة وطلع له constant of proportionality. الفكرة في ايه بقى؟ ال K was the constant needed to make the equation valid. اوكي، الفكرة في ايه؟ ان انت لما كان بيغير الفلويد بفلويد تاني كانت ال K دي بتتغير، ولو جاب روك تانية الموضوع برضو بيتغير. فهي ال K دي طلعت عن ايه؟ وخلي بالك هنا مستخدم 100% water saturation. فال K او ال constant ده هو combination ما بين حاجتين، ال permeability اللي احنا عارفينها بتاعة الساند باك او الروك، وال viscosity of الليكويد ايه اللي انت مستخدمه. وبالتالي
الـ equation بقت إن الـ Q بتساوي الـ K في الـ A في الـ H1 minus H2 over mu في الـ L. بس الـ permeability is a measure, the definition of the fluid conductivity of a porous media, material. Okay. الانالوج يعني بتاعها زي الالكتريك ريزيستيفيتي، هي نفس الفكره زي ما كنا اتكلمنا. Permeability usually correlates with other rock properties such as porosity with saturation، زي ما كنا اتكلمنا هنا في اليونيفورم او البروبوشناليتي مع الايه البروزيتي. فهنا احنا فهمنا الكونستانت ده هو الكي اوفر ميو. فهو لو مثلا، طب عرفنا منين؟ هو لما كان ابتدى يستخدم فلويدز تانية الفيسكوستي بتاعتها اقل كان الكونستانت ده بيزيد، لما بيستخدم اعلى الكونستانت ده بيقل، وبقى بيقدر يحسب الايه البرميابيليتي بتاعت الروك دي. عندنا بقى تلات انواع من البرميابيليتي، عندنا حاجة اسمها absolute permeability، عندنا حاجة اسمها effective permeability، وعندنا حاجة اسمها relative permeability. الـ absolute permeability هي ان احنا عندنا one fluid بس هو اللي موجود، بنعدي one fluid، فهي the permeability of a porous medium with only one fluid present, single phase flow. single phase flow زي اللي هنا دي بالظبط، هو fluid واحد مية اللي موجودة ولا whatever، بتقدر تجيب بيها الـ absolute permeability. لو عندنا بقى two or more fluids are present، الـ permeability of the rock to a flowing fluid is called a، ساعتها بيبقى الـ measured permeability دي اسمها الـ effective permeability. بشوف الـ oil الـ permeability بتاعت الـ oil في الـ rock دي عاملة ازاي، دي القيمة بتاعت الـ effective oil permeability. تالت حاجة وهي الـ relative permeability، إن أنت بتقسم قيمة الـ effective دي the ratio of the absolute and effective permeability، إن أنت بتقسم قيمة الـ effective permeability على base permeability whatever كانت إيه، كانت absolute بقى permeability، كانت permeability air whatever، air في الروك يعني، في الروك دي. فدي اسمها الـ relative permeability. It is the ratio of the effective permeability and الـ absolute permeability. فكده احنا عندنا كام نوع من الـ permeabilities؟ عندنا ثلاثة. absolute permeability بتاعت single phase flow، لو عندنا two or more fluids بيبقى اسمها الكل fluid اسمها الـ effective permeability، ولو هي الـ ratio بالنسبة للـ effective على الـ base permeability بنسميها الـ relative permeability. طيب دارسي كان ليه general form عشان يعمل البروف او يطلع formulas لكل types of flow اللي موجودة في البورس ميديم، وهي القصة كلها هي الفلو in بورس ميديم. فدي الجنرال form بتاعت دارسي. عندنا ال vs وهي ال velocity along ال path s، بص كده المنظر، هو path ده في 3D اسمه ال s، فال vs دي ال velocity along ال path. ال K وهي الـ absolute permeability، الـ viscosity، عندنا الـ pressure gradient along the flow path اللي هو بالنسبة للـ S، وعندنا الـ density of the flowing fluid، الـ acceleration بتاعت الـ gravity، وعندنا the constant، احنا طبعا عارفين الـ conversion ده، و ds over dz is the vertical depth gradient. فدي الجنرال فورم بتاع دارسي اللي المفروض احنا نستخدمها عشان نعمل البروف بتاع كل الفلو في التايبس اللي عندنا. فمثلا ان احنا عندنا various flow geometries وفلويدز، يعني دارسي's law، الفكره ان اللو ده بيتغير بيزد على نوع الفلويد اللي عندك وكمان نوع الفلو. لو مثلا انت عندك ليكويدز غير لما يكون عندك جاز، صح؟ الجاز دايما بتركز بتلاقي البريشر بقى سكويرد. خلينا ما نخشش في الديتيلز، بس هو الفكره ان دارسيز لو بيتغير مع تغير الحاجات دي. لو عندنا ليكويدز غير لما يكون عندنا جازس، لما يكون عندنا زي ما قلنا ان احنا لو عندنا ليكويدز هي اللي بنجيب لها بنعوض بيها او بنستخدمها في الفلو غير لما بيكون جازس. برضو الجيومتريز لو عندنا هوريزونتال ولا فيرتيكال فلو، ولا هو لينير ولا راديال ولا سفيريكال فلو،
كل ده بيغير الايكويشن وشكل الايكويشن والديريفيشن بتاعها. الجيولوجيك كونسيدريشن، هل احنا الفلو بتاعنا ده بارلل للديبوزيشنال بيدنج بلينز، وهنشوف رسمه توضح لنا، ولا هو بيربنديكولار على البيدنج بلينز. مثلا ده الاثبات بتاع دارسيز لو، او الريدكشن لدارسيز لو للفورمولا لي هوريزونتال، اول حاجه هوريزونتال ولينير فلو لانكمبريسبل ليكويد. يبقى ادي التلات انواع، يبقى الريزرفوار فلويد هو ليكويد، الجيومتريز ان هو هوريزونتال فلو، وكمان ان هو ايه لينير فلو، وهنا مفيش بقى بيدنج بلينز عشان نقول هي نوعها ايه. من الجنرال فورمولا دي وصلنا، والمفروض ان السورس فايل اللي هبعت لكم ان انت تقدر تبروف ان الكيو بتساوي الكي البرميابيليتي في الاريا اوفر ميو ال ملتبلايد باي الديفرنس في الايه في البريشر، ويبقى ده المفروض القانون اللي احنا في الغالب هنشوفه في المسائل بتاعه دارسيز لو، لو لهوريزونتال لينير فلو لانكمبريسبل ايه ليكويد. برضو احنا حطينا هنا الشكل دارسيز لو لي هوريزونتال راديال فلو وليكويد بريزنت مش جاز، فبتلاقي ان هي 2 باي في الاتش which is الثيكنس بتاع الطبقه في البريشر اللي عند الباوندري ماينس بريشر الووتر اوفر الفيسكوزيتي فلن الار اي اوفر ار دبليو. الفكرة ان البرميابيليتي دي مش حاجة انت هتحسبها فخلاص، يعني مثلا ايه عندنا مثلا هنا whatever لو قلنا ان ده الريزرفوار بتاعنا، هل انت متأكد يعني ان الـ K value او البرميابيليتي اللي انت حاسبها في الجزء ده زي اللي في الجزء ده زي اللي في الجزء ده؟ طبيعي لا، لان اصلا الدنيا تحت هيتروجينيوس، يعني مش هتلاقي الموضوع ثابت روك واحده بس هي اللي ماشيه، لا ده انت كل حته بتلاقي شيل على سند على، فالموضوع مش ان انت خلاص البرميابيليتي دي بقت ثابته، فانت المفروض بيبقى عندك قياسات كتير وعندك برميابيليتيز كتير بتعمل لها افريجنج بقى عشان يبقى عندك رقم للبرميابيليتي ريبريزنتيف للريزرفوار ايه بتاعك. فانت عندنا هنا مثلا في ثلاث انواع من البرميابيليتي افريجنج. اول حاجه اسمها جيومتريك افريج، وده لما يكون عندنا راندوم ديستريبيوشن، عندنا قيم كتير جدا للبرميابيليتي فاحنا عايزين يا دوبك ناخد رقم افريج ايه ليها. في عندنا الاريثماتيك افريج، وده بنعمله امتى؟ لما يكون الفلو عندنا بارلل للديبوزيشنال بيدنج، وهنشوف رسمه توضح لنا. الهارمونيك افريج، ودي بنعملها لما يكون الفلو بريبنديكولار تو ديبوزيشنال ايه بيدنج، وهنشوفها برده في رسمه عشان توضح لنا ازاي بنعمل افريجنج في القصه دي باختصار يعني. طيب الجيومتريك افريج برميابيليتي لما يكون عندنا راندوم ديستريبيوشن وي ابلايز فور بوث فيرتيكال اند هوريزونتال برميابيليتي. ايه الفيرتيكال والهوريزونتال برميابيليتي؟ خلينا نوضح على الشكل ده. هل انت متوقع ان الفلو لما يكون كده بيبقى كده البرميابيليتي اللي انا بحسبها بتكون هوريزونتال برميابيليتي، لما يكون بقى الفلو كده vertical يبقى قيمة البرميابيليتي اللي انت بتجيبها دي اسمها vertical permeability، فهي دي اسمها vertical permeability لما يكون اتجاه الكيو كده، ودي اسمها horizontal permeability لما يكون اتجاه الكيو ايه horizontal. فالجيومتريك averaging سهلة اهو، بنجيبه للrandom permeability values ونعوض ونجيب permeability representative للvalues كتير اللي عندنا. طيب لو عندنا horizontal flow parallel to depositional bidding planes، ال parallel ده اللي هو بيكون الـ ايه الـ arithmetic averaging. طيب احنا محتاجين كده مع نفسنا نقعد نسبة الـ k دي جت ازاي. طب تثبتها انت ازاي؟ اقول لك انا، انت عندك دلوقتي ده horizontal flow، ده المفروض يكون ليه نفس القانون ده بالظبط، ان الـ q بتساوي k a على mu l في ال P1 minus ال PA2، نفس الكلام ده، بس الفكرة ان احنا عندنا ان الفلو parallel ل ال bidding planes، وعندنا layer A ليها permeability غير layer B غير layer C. ايه الحاجة اللي ثابتة في ال 3 layers دي؟ ان ال كل Q ماشية فيهم ليها difference في ال pressure P2 و P1، يعني P1 minus P2 هنا
دي ثابته في الثلاثه، فانت هتروح تجيب الكيوهات بتاعت كل الطبقات دي وتساوي الديفرنس في البريشر، ومنها تقدر تجيب افريجنج للبرميابيليتي، هيطلع بالمنظر ده. اعمل انت بقى البروف ده. فكده الكي الافريج للفلو اللي بالمنظر ده بنجيبها بالارثماتيك افريج. طب لو الفلو، انا حطيت دي هنا تاني، لو الفلو كان بالمنظر ان هو بيربنديكولار على البوزيشنال بيدنج بلينز، وبالتالي هنا بقت الحاجه الكونستانت في القانون بتاع دارسي ايه هي؟ هي الكيو. الكيو بقت هي اللي كونستانت، فلما هتساوي الكيوهات بتاعت كل الطبقات هيحصل لك ايه؟ هتلاقي ان عندك الكي هي الهارمونيك افريج بتاع البرميبيليتي بتاع كل الطبقات. ودي هنا يعتبر تطبيق للافريجنج ميثودز للبرميبيليتي، وشفناه بمثل على الثلاثة يعني averaging methods. وأنا recommend إن الناس تعمل الموضوع ده بإيديها، وهتلاقوه في السورس فايل الإثبات بتاع الثلاثة averaging methods. طيب لما بيتكون عندنا fracture أو channel مثلا solution channel، في channel مرة في rock معينة، طب إحنا دلوقتي المفروض ده هيحسن أكيد الـ permeability لما يكون عندي fracture، فده اكيد البرميابيليتي بقت ايه احسن. الموضوع كبير وبنخش بقى في دول برميابيليتي ريزرفوارز وقصه كبيره، بس خلينا نبقى متفقين ان لما يكون عندنا فراكتشرز او شانلز ده بينهانس البرميابيليتي. وفي حاجه اسمها ناتشرال فراكتشرز، دي اصلا بتبقى موجوده في الكربونيت روكس زي اللايمستون او وات ايفر، وجودهم برضو بيحسن البرميابيليتي بتاعه الروك. Usually the majority of the flow occurs in fractures when they exist. يعني طبيعي ان لما يكون عندك fracture ففي الغالب الفلو هيكون ماشي في الفراكشر، مش هيكون ماشي في البور سبيسز بالدرجة الكبيرة زي ما يكون ماشي في الايه في الفراكشرز. وهنا بنخش على الترم اللي انا قلته اللي هو بتاع الدول permeability. يعني فمثلا لو عايزين نحسب البرميابيليتي في fracture، هنعوض في الماثيماتيكال فورمولا اللي قدامنا، وهنا فيها ال h، وهنا بيقول لك ان البرميبيليتي هتطلع لك بالدارسي، والفراكشر ويث او الفراكشر ثيكنس اللي هو الاتش ده محسوب بالانش، والفورميلا الثانيه دي لو كان محسوب بالسنتيمترز. الفكره ان القوانين اللي قدامك دي بتاسيوم ان الفراكشر بلين از امتي، يعني تخيل كده تحت الارض ويكون ده فاضي، وده مش طبيعي يحصل صح، لان في الغالب بتبقى الحاجات دي مليانه بروك بارتكلز، وفي الغالب مثلا ممكن تكون في حتت منها سيلد اوف، والفراكشر نيدز تو بي كونكتد توجذر تو فلو. يعني مثلا ما ينفعش يبقى الفراكشر ده مش كونكتد بالفراكشر ده واحطه معايا في الحسبه. فالموضوع مش سمبل قوي زي ان انت هتعوض في كويشن في الكيب برميابيليتي بتاعه الايه الفراكشر، لان في الغالب بيكون في ايه روك بارتكلز موجوده في الفراكشر. نفس الكلام في قانون للشانل، و فور فلو ان سيركلر شانل هنعوض بالديامتر بتاع الشانل دي ونقدر نندكيت بيرميابيليتي منها، وهي نفس الفكره برضو في الفراكتشرز ان بيبقى فيه روك بارتكلز موجوده في الشانل، والبيرميابيليتي بتطلع بالدارسي، والشانل ديامتر هنا محسوب بالايه بالانشز. سورس فايل استفاضة في موضوع اللابوراتوري ميثودز عشان نقدر نحسب البرميابيليتي، خلينا هنا نتكلم عنه ببساطة. ان احنا عندنا لما بننزل مثلا في منطقة جديدة واحنا بنحفر فيها بنعمل كورينج. ايه الكورينج؟ ان احنا بننزل ببيت كده شكلها مدور، وبننزل واحنا بنحفر في الطبقة على شكل الدايرة، بنقوم حافرين ناخد كور سامبل، بس كور سامبل بتكون كبيرة من الروك، في الغالب دي بتبقى هيتروجينيوس. هيتروجينيوس يعني ايه؟ يعني هتلاقي شيل على ساند على كربونيت لايمستون، تلاقي الموضوع شكله غريب جدا، وبيجي بقى ناس جيوجيني يبدأوا يفحصوا الحته دي والقصه دي كلها. الفكره ان احنا بنحسب البرميابيليتي في الـ في الـ في الـ في الـ في اللاب بثلاث طرق. ممكن تاخد حاجه اسمها كور بلج، بتروح قصص، انت طبعا هتقرا التفاصيل دي كلها في السورس فايل. الفكرة ان انت بتاخد بلوك صغيرة، وده بيعتمد على الهيتروجينيتي عاملة ازاي. يعني انت لو شايف الحتة دي كلها تقريبا نفس الشكل والبور سبيسز، خلاص تاخد كور بلوك
وهو كاتب لك ان هي من 1 انش ل 1.5 انش، وتبدا تعمل عليها التجارب بتاعتك وتحسب البرميابيليتي. لو مثلا انت شايف هيتروجينيتي عاليه فممكن تاخد فول دايامتر، تاخد حته كده وتعمل تعمل لها الاناليسز لفول دايامتر. لو الموضوع هيتروجينيوس جدا وانت عندك الامكانيات ممكن تعمل للهول كور اناليسز عشان تقدر تحسب البرميابيليتي هنا عامله ازاي في الريزرفوار روك ده. وبرده عايزين نروح لترم هتلاقوه في السورس فايل مهم جدا، وهو السكيل. هل انت لما تيجي بالعقل كده، يعني احنا نزلنا خدنا كور هول كور وقمنا واخدين كور بلج وحسبنا البرميابيليتي، هل منطقي وطبيعي ان انا اخد البرميابيليتي دي واعوض عنها ان دي البرميابيليتي بتاعه الريزرفوار كله اللي مساحته ايكرز؟ فلادين وانت تيجي تاخد الكور بلوك دي وتجيب البرميابيليتي بتاعتها وتقول دي اللي بتريبريزنت الريزرفوار، مش طبيعي. ولكن هي رقم مهم، رقم مهم ان هو انديكيت شويه انت عندك الاريا دي البرميابيليتي رينج بتاعها عامل ازاي، وممكن تاخده بس ده بيديبند على الهيتروجينيتي بتاعت الريزرفوار. انت في الغالب لما بنيجي برضو جنرالي سبيكينج، يعني عشان نبقى فاهمين، لما بنيجي ننزل في الريزرفوار معين بنعمل ايه؟ بننزل مثلا قدام الريزرفوار روك دي ونعمل حاجه اسمها ار دي تي. الار دي تي ده بيجيب لك حاجه اسمها الموبيليتي مثلا. ايه الموبيليتي؟ الموبيليتي اللي هي دي بتاعه دارسي، هو الار دي تي بالفلويدز اللي في الريزرفوار، بيقوم ساحب منها بقى بالدلتا بي بالقصه دي يحسب لك الموبيليتي الكي اوفر ميو، وانت بتبقى عارف الفيسكوستي بتاعت الفلويد اللي طالعه، فتبدا تحسب برميابيليتي للريزرفوار. الرقم ده يكون انديكيشن اكتر. ليه؟ لانه اكشوال بيرفورمانس، انا شفت الموبيليتي بتاعت الريزرفوار الروك اللي انا نازل قدامها دي عامله ازاي. وبالتالي قصه السكيل او قصه الرقم بتاع البرميابيليتي اللي انا اخده دي مهم جدا ان انا اكون فاهمها. حاجة أخيرة برضو مهم نكون عارفينها، إن في حاجة اسمها كلينكنبرج إفكت، وده إن أنت لما بتيجي تقيس البرميابيليتي بالجاز ما بيطلعش الرقم كونستانت، بيتغير كل ما أنت تغير الدلتا بي، فده حاجة غريبة جدا. فكلينكنبرج إفكت ده بيقولك إن هو فانكشن في السايز بتاع الجاز موليكيولز. فمثلا لو أنت استخدمت هيليوم هتلاقي الفاليوز بتتصرف كده، ولو استخدمت نيتروجين تلاقيها بتتصرف كده. فهو كلينكنبرج افكت ان هو خلاك بتعمل ايه، بقيت بترسم البرميابيليتي اللي انت بتطلعها بتطلع لك للجاز ده قصاد واحد اوفر او الريسيبروكال بتاع الافريج بريشر. وبالتالي لما بتيجي تعمل الريليشن شيب بتلاقي ال بتكسترابوليت اللاين ده لحد ما تنترسكت يعني الانفينيتي، خلينا نقول كده 1 اوفر بي، لو البي بانفينيتي فبالتالي يعني ده 1 اوفر بي، فتطلع 0 at infinity pressure. هيديك هنا الكلينجبرج افكت، انت بتعمل ايه؟ بترسم ال 1 اوفر بي للجاز اللي عندك ده. يعني مثلا هنا مثلا عند بريشر دلتا بي معينه او بي افريج معينه كانت برميابيليتي بكذا، فاقوم راسم النقطه دي، وعندي بي وبرميابيليتي معينة برضو اخد 1 over P وارسمها قصاد البرميابيليتي بتاعتها، وهكذا. هتلاقي في straight line هتعمل extrapolation وتقطع في 1 over P equals 0، يديك الاكشوال permeability بتاعت الروك دي. فequivalent liquid permeability is the true absolute permeability of a of the rock. يعني كأنك لو انت كنت عامل التست بجاز، لا احنا عاملينه بايه، من غير ما نعمله بليكويد نقدر من الجاز عن different pressure نجيبه. انا بس مهتم ان الناس تعرف ايه هو كلينكنبرج افكت، ان الجاز بتتصرف تصرف turbulent قوي، وده بيخلي البرميابيليتي values مش accurate، وبالتالي احنا بس يدوبك بنعمل ايه، بنرسم كل البرميابيليتي value طلعنا قصاد ال 1 over p average بتاعتها، نعمل extrapolation يطلع لنا الايه ال b ال k value او البرميابيليتي بتاعت الايه الروك ده هي. بس كده. وبالتالي في السيشن دي اتكلمنا شوية باستفاضة برضو عن البرميابيليتي، واتمنى يكون الموضوع بقى اكثر وضوحا، وربنا يوفق الجميع بإذن الله.